اي شخص يشتري الواي بروتين والال كارنيتين والسيالا راح يحصل مجانا على ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير خاوتي، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا ملاح، ونتمنى لكم كل خير. مرحبا بكم في قناتكم قناة توب ماس لبيع المكملات الغذائية في الجزائر. كما عودتم خاوتي دائما مكملات جديدة وأسعار في القمة، تلقاها فقط في محلكم محل توب ماس بحول الله. الحلقة تاع اليوم خاوتي كما عودتكم دائما عروض وأسعار خرافية. العرض تاع اليوم خاوتي بإذن الله راح ينال إعجابكم، و 99% راح ينال إعجابهم هذه الحلقة أو تنال إعجابهم هذه الحلقة بحول الله. العرض تاع اليوم راح نخلوه لاخر الحلقه، لذلك راح نعطيكم نظره بسيطه على المكملات اللي معنا اليوم. الواي بروتين خاوتي اللي معنا اليوم هو ملتي فاز من شركه بيغمان. بيغمان هي شركه اسبانيه كبيره ومعروفه في اسبانيا، وكذلك الوقت الحالي معروفه عالميا. الواي بروتين اللي معنا هو ملتي فاز اللي يحتوي في كل 100 غرام على 74 غرام بروتين، يحتوي كذلك على 9 غرام فقط في كل 100 غرام على الكربوهيدرات. السكر اللي معظم الناس خاف من السكر، السكر اللي فيه يعني النسبة هي 1 غرام فقط في كل 100 غرام، يعني نسبة معدومة. فوق كل هذا المكمل يحتوي على الكثير والكثير من الأحماض الأمينية، من بينها البي سي آآ، الجلوتامين، والكثير كما قلت من الأحماض الأمينية. المكمل الثاني اللي معنا اليوم هو الكارنيتين. الكارنيتين كنا نعرفه أنه مكمل غذائي حارق للدهون، يساعد في حرق الدهون، والطريقة تاعو اللي يحرق بها الدهون هو أنه يحول الدهون إلى طاقة. مكمل سيالا اللي هو المكمل الثالث. سيالا خاوتي هو مكمل غذائي كذلك حارق للدهون، والطريقة تاعه أنه يمنع تخزن الدهون وكذلك يفكك الدهون موجودة في الجسم ويسهل عملية حرقها أو طرحها من الجسم، يعني يسهل عملية حرق الدهون أكيد. ورح كل هذا نعمل عليهم حلقات يعني مفصلة، وكل مكمل نتكلم عليه بشكل مبسط بحول الله. المهم العرض تاع اليوم خاوتي هو كالآتي: أنك تشتري الواي بروتين، وكذلك تشتري معاه الكارنيتين من شركة جوايدر الألمانية، وكذلك تشتري سي ال آ من شركة سينت. سينت شركة تكلمنا عليها اللي هي إسبانية ومطورة في أمريكا، يعني كل هذه المكملات ذات جودة، تاريخ نهاية الصلاحية كلهم بعد. مكمل الواي بروتين تاريخ نهاية الصلاحية يعني الشهر السابع 2024، الكارنيتين كذلك 2024، سي ال آ كذلك أواخر 2023. لما تشتري هالثلاث مكملات راح تحصل على مكمل اوبتيمان من شركة اوبتيموم نيتريسيون بالمجان. هذا المكمل راح يكون مجاني لما تشتري المكملات الثلاثة اللي معنا اليوم. مكمل اوبتيمان خاوتي العديد من المحلات يعني هنا في الجزائر سعره هو 6500 على ما اظن او 6000 دينار، لذلك السعر تاعو لوحده عندنا حنايا يعني راكم تعرفوا دائما الاسعار عندنا بحول الله ما كانش منافس ان شاء الله. الاوبتيمان عندنا يعني السعر تاعه 4500 دينار، يعني السعر الحالي هو 4500 دينار. الكميه 90 كبسوله او الحجم 90 كبسوله يعني 90 حبه. المهم هذا هو العرض خاوتي، ان شاء الله ينال اعجابكم. وبخصوص الناس اللي تسائل يعني على اسعار هذه الثلاث مكملات، السعر خاوتي او اسعار هذه الثلاث مكملات مع بعض راح نخليها لكم في الانستغرام. اي شخص عنده الانستغرام او الواتساب عفوا او الفيسبوك يتواصل معنا، وبحول الله نعطوه السعر لانه السعر كذلك خرافي. ما تقولوش انه لما عملنا لكم عرض راح يكون الاسعار مرتفعه، لا، لما تشتري ثلاث مكملات راح السعر يكون خرافي وراح يكون مناسب جدا ان شاء الله. توصيل بحول الله راح يكون 58 ولايه، توصيل سريع جدا في غضون يوم او يومين كحد اقصى. سعر التوصيل كذلك راح يكون رمزي ان شاء الله. ما تنساوش دعمونا على الانستغرام، كذلك رقم الهاتف موجود اسفل الفيديو، الواتساب الرقم موجود اسفل الفيديو كما تعرفوا. انا دائما متشرف بالرد عليكم، وكل هذا الشيء وكل هذه العروض يعني على جالكم لانكم انتم خاوتي وتستاهلوا كل خير. يعني تعليقاتكم الله يبارك، يعني دائما ما نقرا تعليقاتكم ونفتخر بالتعليقات ونفتخر يعني بمتابعتكم، وشرف كبير.
وبارك الله فيكم خاوتي، وإن شاء الله نلقاكم على خير في العديد من الحلقات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.